انت قدمتوا الفيلم للدعم، حبيت مثلك نداه وقعدوا معاك وقالوا لك نقص هذا وزيد هذا واعمل هذا، ومن بعد قلت سانسروني يعني. ليلى من الاول بكل قبل ما نبداو حتى التصوير تعطي السيناريو باش يعطيوك لوتوريزاسيون دو تورناج و تو سا تي تا تا كي يعطيتو قالوا لي راهو فما ثلاثه كلمات لازم تنحيهم باش تاخذ اوتوريزاسيون دونك دوكو نحينا ثلاثه كلمات هذوكم. هما معناتها يتقالوا في تلفزه ولا بيب بيب؟ يتقالوا في تلفزه، يتقالوا في السينما مش في السينما. تقول لي شنو الكلمات، وكان احنا معناتها ما يتقالوش تو نعملوا عليهم بيب خاطر مسجله الحسن. بلي خلينا نشوف سانسور معناتها شنو الكلمه الاولى شنو؟ تفكر استنى كوم سا اي و دونك اي جو كرو معناتها زوز بيبيت واحده عادية ما نعرفش مش ان توكا العبيد باش يقعدوا مش فاهمين يشوفوا فمك يتحرك ما يسمعوش.